داخل جامعة الأزهر. الحملة بتهدف إن إحنا التعريف بجرائم العسكر جريمة ورا الأخرى. في بعض المشاهد دلوقتي معروضة لجرائم العسكر داخل جامعة الأزهر تحديدا، صور للمعتقلات اللي سجنهم من يريد الآن الترشح لرئاسة الجمهورية. أيضا بعض صاحبات المعتقلات دير وقصصهم طالبات في كل مكان في الجامعة ما يشبه الأعمال الفنية، شبه ناس تملأ الجامعة ما يحكمش. لا نقبل ان يكون سفاح يحكم هذا الوطن، وبنقول كسب ما كسبش. اكتملت المسرحيه ام لم تكتمل؟ كل دي مسرحيه هزليه. اكتملت ام لم تكتمل؟ احنا جات جامعه الازهر، فاز ام لم يفز، ترشح ام لم يترشح؟ لا، ما يحكمش ايا كانت النتيجه بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد سنه بعد 10 سنين، لا ما يحكمش، ومالوش حكم علينا ولا نعترف ولا نعترف بيك يا رئيس فرقه. حمله ما يحكمش ديت دي حمله احنا عاملينها علشان يعني الانتهاكات اللي حصلت في الجامعه عندنا، والحاجات اللي حصلت عندنا في الجامعه من اعتقال من فحل بنات، يعني غير شد البنات عندنا في الجامعه داخل الحرم الجامعي. يعني ازاي يكون عندنا طلبه من حقهم الحريه ان هم يتحركوا براحتهم في اي حته في الجامعه، وتيجي شخصيه ويجي حد من داخليه يجوا يعتقلونا ويجوا يقتلونا.